السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الصحافة الذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل، كذا حول أهم وأبرز القضايا. كما نعرج على صفحات التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع. بعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصادها الأسبوعي وهي الرسوم الكاريكاتيرية، فأهلا بكم. بداية قراءتنا لأبرز عناوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة عدن الغد الإخباري، نطالع فيه: الزبيدي يزور البنك المركزي، مشائخ من قبائل اليمن تلتقي بمحمد بن سلمان، وقفة لأمهات المختطفين في سجون الحوثيين أمام مكتب الأمم المتحدة بالحديدة، رئيسة وزراء بريطانيا تبحث الأمن والاقتصاد في اليمن مع العاهل السعودي، اللجنة المشتركة لتحديد احتياجات اليمن تختتم اجتماعاتها في الرياض. وبالانتقال إلى موقع صحيفة الأمناء نت، حيث علق موقع الصحيفة بالعناوين التالية، منها: مدير شرطة الشعب القهوي، زمن السرقة والبلطجة والجماعات المسلحة انتهى، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي عددا من كبار مشايخ قبائل اليمن، فريق البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يطلق تنبيهات لثلاث محافظات جنوبية، محافظ حضرموت يطلع على سير مشروع إعادة تأهيل فرع البنك المركزي في المكلا، مدير عام المعلى حملة العشوائيات لن تتوقف حتى تصل إلى كل المغتصبين لمرافق الدولة مهما كان نفوذهم، قائد قوات حماية أمن مطار عدن الدولي يلتقي قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية، رئيسة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تعبر عن امتنانها وشكرها لمحافظ العاصمة عدن. وإلى موقع يافع نيوز الإخباري والذي كتبت فيه عناوين عدة، منها: أمهات الشهداء تطالب الحكومة بالضغط لإطلاق سراح قحطان والصبيحي ورجب، محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشاريع تنموية تطويرية لفرع شركة النفط وهيئة المصائد بالبحر العربي، فريق من الأمم المتحدة ومنظمات دولية تشيد بدور الهلال الأحمر الإماراتي في المخا، رئيس اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة يستقبل المدير التنفيذي لمؤسسة شبوة للتنمية. ومع آخر موقع إخباري نقرأ منه العناوين الإخبارية التالية وهي من موقع عدن لانج الإخباري، حيث كتب فيها: قتيل وجريح في عبوة ناسفة في محافظة مأرب، فريق حقوقي من منظمة كرامة لحقوق الإنسان يزور إدارة البحث الجنائي عدن، رئيس مصلحة خفر السواحل يكرم عددا من أفراد المصلحة المشاركين بمهمة ملاحقة وإعادة الباخرة. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي ونعرج على أهم ما كتب فيها. البداية من موقع صحيفة حياة عدن الذي كتب فيها مقال بعنوان: اليمن بعد العاصفة، للمهندس أحمد الجميعة.
يبتدأ أحمد الجميعة المقالة واضعا العديد من الدروس والعبر التي كانت نتاج حرب التحالف العربي ضد الانقلاب الغادر على الشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته المنتخبة، حيث أجمل الكاتب مخرجات حرب التحالف ودروسها في السياق التالي. نتابع. دروس كثيرة خرجنا بها من عاصفة الحزم بعد سنتين من حرب قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن. أول هذه الدروس هي قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها ومقدسات المسلمين من أي محاولة تهديد، واستقلاليتها في اتخاذ القرار ومكانتها في قيادات تحالفات إقليمية لحفظ التوازن السياسي والعسكري في المنطقة، والثاني الحفاظ على عروبة اليمن ووحدته وشرعيته والإبقاء عليه جارا عزيزا ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، وثالث الدروس هي التصدي للمشروع الإيراني الإرهابي الطائفي في المنطقة وتدخله السافر في شؤونها وعدم تمكين ميليشياته المأجورة لتهديد الأمن الخليجي تحديدا. يقول الجميعة في منتصف المقال إن الواقع على الأرض هو أن هذه الأهداف الثلاثة تحققت بنسبة كبيرة جدا، وبشائر معركة الحسم تلوح في الأفق، وكل الشواهد على أرض المعركة وتلخبطات الإنقلابيين تدل على هشاشتهم الكبيرة وتدهورهم اللامحدود في الجوانب العسكرية والسياسية وغيرها. حيث واصل الكاتب المقال مردفا التالي: لم يعد للحوثي وحليفه المخلوع سوى الاستسلام أمام قوات التحالف والجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وإن جميع الأخبار التي تتوالى من جبهات القتال هناك تكشف عن فرار جماعي للميليشيات ونقص حاد في المقاتلين وعتادهم، زد على ذلك تدمير مخازن الأسلحة ورفض شيوخ القبائل أزج بأبنائهم في معركة خاسرة، بل طلب بعض القيادات الحوثية تسليم أنفسهم كما حصل مؤخرا في جبهة كرش شمال لحج، فضلا عن طلب عبد الملك الحوثي صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية. يضيف الكاتب في مقاله قائلا بأنه كان للتحالف العربي دور كبير وواضح في إعطاء الإنقلابيين فرصا عديدة في تقديم الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، لكنه بات جليا وواضحا الرفض لهكذا مقترحات من قبل الإنقلابيين للحل السياسي، وهذا ما يضع علامات استفهام عديدة لرفض الإنقلابيين الإذعان للسلم والجنوح له. حيث أجاب الكاتب على علامات الاستفهام مختتما المقال بالعبارات التالية: اعترافات الحوثيين الأسرى في معركة ميدي عن تلقيهم دعما بالسلاح والتدريب من إيران هو إقرار بالهزيمة. كل هذه المؤشرات وأكثر تجيب على سؤال مهم عن صنعاء العاصمة ولماذا لم يحن موعد التحرير بعد، والجواب أولا إن قوات التحالف منحت الحل السياسي ولا تزال فرصة للتعبير عن الإرادة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وثانيا إن دخول صنعاء عنوة سوف يتسبب في كارثة إنسانية وتدمير بنية الدولة ومراكزها الحيوية، وربما يتطور الأمر إلى حرب أهلية في شوارع صنعاء، وثالثا إن التقدم في جبهات القتال على أكثر من محور صوب صنعاء يزيد الضغط على الميليشيات ويزيد من حصارها، مما يفضي إلى الاستسلام ورفع الرايات البيضاء لعودة الشرعية، وهو ما سعت إليه قوات التحالف العربي فضلا عن التعامل مع معركة صنعاء بكثير من الصبر والحكمة، فالتأخر لبعض الوقت أفضل من حصد الأرواح وتدمير الممتلكات. هو تكتيك عسكري يحتاج إلى نفس طويل من الكر والفر وصولا إلى الهدف. اليمن بعد سنتين من العاصفة سيعود محررا موحدا قويا بشعبه وحكومته الشرعية، وستنتهي فصول المغامرة الحوثية البائسة، ويكتب التاريخ أن المملكة وحلفائها انتصروا في معركة الكرامة
وتركت اليمنيين يقررون مصيرهم ومشروعهم السياسي بعيدا عن أي تدخل إيراني، وهذا هو الأهم. دعونا الآن ننتقل لموقع آخر، هو موقع يافع نيوز، ونستعرض فيه سويا المقال التحليلي التالي والذي حمل عنوان اليمن عامان على مواجهة إيران للكاتب عبد الرحمن الراشد. بعد أن استولى الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله الصالح على العاصمة صنعاء بقوة السلاح، كان ذلك يعني نهاية انتفاضة الشارع اليمني السلمية وبداية للحرب. هكذا ابتدأ الكاتب عبد الرحمن الراشد استهلال مقاله حول الشرعية اليمنية ومحاربة إيران، مضيفا أيضا بأنه لم يشك أبدا حينها في احتمال أن تكون حربا صعبة وطويلة، حيث يواصل الراشد المقالة بالتالي: حرب اليمن الأخيرة حربا صعبة وخطيرة وطويلة، هكذا يقول الكاتب، ولها أسباب عدة، منها أن الرئيس السابق كان لا يزال يسيطر على القوات المسلحة، ولأن الحوثيين جماعة تأتمر بأمر إيران، إضافة إلى عدم وجود سلطة مركزية في اليمن وتطاليس البلاد الوعرة. والإيرانيون لم يخفوا علاقتهم بالحرب منذ البداية التي رصدت في مطلعها من منطلق أنها حرب إقليمية، فهم يعتبرون فتح جبهة ضد السعودية في اليمن جزءا من التوازن الجيوسياسي في مواجهات سوريا وكذلك البحرين. ومع أن كثيرا من المراقبين كانوا ينكرون مثل هذا الاحتمال في البداية ويسخرون منه، فإنهم رجعوا وأقروا بحقيقة التورط الإيراني، والمثير أن طهران لم تخفي ذلك. يقول الراشد في منتصف المقال إنه لا يوجد للمملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي أي خيار في اليمن سوى مواجهة الإيرانيين الذين يقاتلون من خلال وكلائهم الحوثيين وكذلك قوات صالح. هناك أنباء موثوقة كما يعلمها الجميع عن اعتقال عسكريين إيرانيين كانوا في مناطق القتال. هذه الحروب دفاع عن دول الخليج في وجه إيران التي تريد التمدد وتهديد جيرانها لتنفيذ مخططاتها وأجندتها الخبيثة، حيث يواصل الكاتب بالعبارة التالية: خيار وحيد اتخذته المملكة العربية السعودية ومعها بقية دول التحالف العربي، فالصواريخ التي أطلقها الإنقلابيون إلى عمق المملكة العربية السعودية أكدت صحة تلك التخوفات التي قيلت لي بداية الحرب، إن لدى صالح والحوثيون منظومة صواريخ تهدد أمن السعودية. واتضح لاحقا أيضا من الأسلحة التي عثر عليها المفتشون من القوات البحرية الدولية وجود صواريخ في شحنات على سفن إيرانية متجهة للموانئ اليمنية، يستخدم مثلها في قصف المناطق الجنوبية والسعودية. يقول الكاتب عبد الرحمن الراشد في ختام المقال إنه ومن المفيد ومع مرور عامين على حرب اليمن أن نذكر بالحقائق التي غالبا تضيع في أحداث الحرب نفسها، وعليه يجملها لنا في سياق النقاط التالية وهي خاتمة وخلاصة المقال. نتابع: حقائق عديدة موجزة هي جوهر الحرب في اليمن، أبرزها إن الذي أقصى صالح وأسس للوضع السياسي الجديد هو الشعب اليمني، عندما ثار عليه نتيجة فشل حكمه الذي يعتبر من أطول الحكام ديمومة في السلطة في العالم ومن أفشلها. وبعد وصول الانتفاضة ميادين وشوارع صنعاء وخوفا من الفوضى، سعت الأمم المتحدة لتنظيم الوضع من خلال تعيين مبعوث للأمين العام، مهمته كانت الحفاظ على السلم الأهلي وطرح مشروع سياسي تبنته مجموعة الدول الخليجية
وكذلك الولايات المتحدة والمجموعات الأوروبية. الحل كان نظاما ديمقراطيا يتم من خلاله اختيار الرئاسة والبرلمان. جميع القوى اليمنية وافقت عليه وأعلن عن حكومة مؤقتة انتقالية لثمانية عشر شهرا فقط، تتم خلالها كتابة الدستور والإعداد للانتخابات. خلال هذه الفترة دبر صالح والحوثيون الانقلاب واستولوا على كل اليمن واعتقلوا معظم الوزراء والقيادات السياسية. لم يكن من حل لمواجهة الانقلاب العسكري في اليمن إلا الرد العسكري بعد رفض الانقلابيين كل الوساطات الدولية للتراجع، ورفضوا كل التنازلات الإضافية التي منحت لهم. أصروا على أن تكون لهم القيادة والاحتفاظ بسلاحهم في وضع مشابه لحزب الله في لبنان. حرب اليمن ككل حروب المنطقة ليست نزاعا بين فرقاء محليين، بل هي من تخطيط وتمويل قوى إقليمية وعلى رأسها إيران، التي تصر على مد نفوذها ومحاصرة جيرانها. وبالتالي الحرب فرضت بكل أسف وألم على اليمنيين وكذلك على السعوديين، ومن غير المقبول ترك الوضع للنظام الإيراني يستخدم اليمن محطة هجوم على جارته دون مواجهته عسكريا. بالانتقال لموقع آخر اخترناه لكم مقالا جديدا من مقالات الرأي والتحليل السياسي للكاتب الدكتور محمد علي السقاف، حمل عنوان الأزمة اليمنية بعد عامين من تثبيت الشرعية وردع إيران، من موقع عدن الغد. يقول الدكتور محمد علي السقاف أن الأزمة اليمنية بعد عامين تكللت بتمكين الشرعية اليمنية على الأرض وطرد إيران وتلقينها شر هزيمة، ولكن يضيف قائلا كيف ومتى ولماذا جاء هذا الانقلاب في اليمن وبدون سابق انذار، وقد كانت البلاد تسير نحو مخرجات للحوار اليمني تعيد لليمن المتأزم سعادته وما كان يعرف باليمن السعيد. حيث واصل الكاتب المقالة مستهلا وذلك بسرد الأحداث من بدايتها، حيث قال في فبراير للعام 2012 انتخب عبد الرب منصور هادي للمرة الأولى رئيسا لليمن من أصول جنوبية منذ توحيد دولتي الجنوب والشمال في عام 1990. ولا شك للحظة واحدة في أن هادي لو كان يعلم الأخطار والتحديات التي ستواجهه كرئيس لليمن لما قبل ترشيحه كرئيس توافقي، وأجزم بأن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان سيرفض قبول ترشيح نائبه للرئاسة بعدما أظهره لاحقا من قدراته الكبيرة في إدارة الدولة، لأن صالح كان يعتقد أنه الوحيد الذي يستطيع الرقص على رؤوس الثعابين وفوق تعبيره الشهير. إلا أن الرئيس هادي بحكم منشأه الجنوبي لم يكن يعتبر جزءا من النخب العسكرية والقبلية المتصارعة على السلطة في صنعاء، والتي بلغت ذروتها ضد نظام صالح في عام 2011، مما سهل له أن يصبح رئيسا توافقيا ويفوز في الانتخابات الرئاسية. يفوز الرئيس عبد الرب منصور هادي بالرئاسة وبغالبية أصوات مريحة لم يحصل عليها سلفه المخلوع صالح، ولذلك لاقى طلبه بالتدخل العسكري تجاوبا سريعا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز لحماية اليمن والشرعية الدستورية من السقوط التام بأيدي الانقلابيين الحوثيين وجماعة علي صالح، تزامنا مع تمدد المجموعة عاصفة الحزم. ولعل من المهم بمكان ملاحظة أن انطلاق الانقلابيين إلى عدن للسيطرة عليها مع ما يعني ذلك من الهيمنة على باب المندب، الشريان الرئيس للتجارة العالمية وأحد الممرات المهمة لنفط الخليج العربي، وهذا ما لم يتحقق للانقلابيين بتاتا. حيث واصل الكاتب السرد محللا المشهد قائلا
إن انقلاب الحوثيين وصالح على الشرعية الدستورية واستيلائهم على مؤسسات الدولة جاء على إثر صدور مخرجات الحوار الوطني والانتهاء من إعداد مسودة الدستور للدولة الاتحادية، والتي رأى الانقلابيون فيها تهديدا مباشرا لمصالحهم وخطرا محدقا على الأقلية الحاكمة التي هيمنت لعدة عقود على السلطة في اليمن قبل الوحدة اليمنية وبعدها. وقد يستغرب البعض كيف يقف الحوثيون وصالح ضد مخرجات الحوار الوطني وينقلبون عليه وهم شركاء في صياغته. لهذه الجماعات التي تقبل بالمشاركة في صياغة أي اتفاقيات والتوقيع عليها ثم الانقضاض وإلقاء ما تم الاتفاق عليه، كما حدث على مستوى اتفاقية الوحدة 1990 فبراير التي أشعلت حرب 1994 ضد الجنوب، وثيقة العهد والاتفاق أو على الذي صاغه الحوثيون اتفاق السلم والشراكة للحيلولة دون تنفيذها، ومؤخرا في أنفسهم لتسوية الأزمة بينهم وبين السلطة الشرعية والمكونات السياسية في اليمن، وواقع في سبتمبر 2014 تحت إشراف جمال بن عمر المبعوث السابق للأمم المتحدة. غياب الموقف الحازم من جانب الإدارة الأمريكية السابقة من الحوثيين وصالح وقبولها اللقاء بهم أثناء مشاورات مؤتمر الكويت وعدم صدور إدانات حازمة وصريحة للإجراءات الانفرادية من جانب الحوثيين وصالح بخصوص ما اعتبره الانقلابيون حكومة إنقاذ لإدارة البلاد، ثم تشكيل ما سمي المجلس السياسي الأعلى بمثابة اعتراف غير مباشر بهم كسلطة، أمر واقع من الإدارة الأمريكية، وذلك على خلفية حرص الرئيس أوباما وكيري على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران في نهاية ولايته أو المساس بالاتفاق النووي معها. كل هذه كانت هي السبب الرئيس في تأخر الحسم مع الانقلابيين، حيث اختتم الكاتب المقال بالخلاصة التالية: دعت دول التحالف العربي إلى التدخل العسكري لحماية الشرعية الدستورية وإيقاف التغلغل الإيراني في المنطقة حماية لأمن دولها أمام انسداد الحل السياسي للأزمة اليمنية، رغم المساعي الحثيثة لإسماعيل ولد الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وذلك للتقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة. يبدو أن التوجه العام يسير نحو تغليب الحسم العسكري كمخرج للأزمة، ومع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية وموقفه المتشدد نحو إيران قد يودي ذلك إلى أحد الافتراضيين التاليين: دعم التوجه المنادي بالحزم العسكري، وذلك بعد استعداد وزيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن والانتصارات الأخيرة التي تحققت بتحرير المخا والاستعداد لمعركة تحرير الحديدة ومينائها الذي يستخدمه الانقلابيون لتهريب السلاح الإيراني إليهم. أما الخيار السلمي فيمكن أن يعود من جديد إلى الواجهة إذا أقرت واقتنعت إيران بأن دعمها العسكري والسياسي للإنقلابيين لم يعد مقبولا عربيا بعد مؤتمر القمة العربية الأخير في الأردن الذي شهد مصالحات بين المملكة العربية السعودية ودول خليجية. إن تحديات السلام أكبر بكثير من تحديات الحرب، ومن أجل بناء سلام دائم في اليمن والجزيرة العربية يتطلب ذلك من دول الخليج النظر بجدية فائقة إلى كيفية حل القضية الجنوبية بما يلبي طموحات شعبها التي تشرف جغرافية أراضيه على موقعين استراتيجيين مهمين في باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي، وما تمثله من أهمية كبرى لدول الخليج وللعالم بأسره. دعونا الآن ننتقل لعرض بعض الكتابات القصيرة لمواضيع عدة لأقلام عدد من الكتاب والمحللين. البداية مع الكاتب عبد الرحمن الراشد من صحيفة البيان الإماراتية، كتب عن ماهية ودور التنسيق الاستخباراتي في اليمن.
يكتب عبد الرحمن الراشد في بداية موضوع التنسيق الاستخباراتي في اليمن أنه يتضح جليا ومع ارتفاع وتيرة القصف الذي تقوم به طائرات التحالف العربي أن الحرب في اليمن تبدلت بشكل كبير لصالح التحالف ضد الانقلابيين، حيث يواصل الراشد في منتصف الكتابة حول هذا التنسيق الاستخباراتي المتبادل بين التحالف وواشنطن محللا بالعبارات التالية: التنسيق بين قوات التحالف بقيادة السعودية والولايات المتحدة بعد توقف طويل خلال آخر عام من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لقد شنت غارات عديدة على مراكز تدريب تابعة لميليشيات الحوثيين في صعدة، وكذلك هجمات مركزة على مواقعهم في جبهة نهم شرق صنعاء انتهت بهزيمتهم في تلك المديرية الوعرة، وقد استولى عليها الجيش الوطني الذي انتقل إلى مديرية أرحب القريبة من العاصمة صنعاء أيضا، وذلك بإسناد قوات التحالف الجوية، وذلك وفق بياناته الأخيرة. كما أن التعاون بحرا أحبط هجوم 3 زوارق حوثية قبالة ميناء ميدي، والهجوم المقبل حاسب في الحرب، حيث تواتر أنه سيستهدف ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يعتبر مزارا للسفن الإيرانية التي كانت تقوم بعمليات تهريب السلاح إلى الإنقلابيين. نقاط القوة الجديدة زادت بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن وعززت معسكر التحالف. يقول الكاتب أيضا أن التفاهمات مع الولايات المتحدة أثناء الحرب كان لها دور كبير ونتائج ناجحة، حيث ساهم هذا التفاهم في استئناف تزويد التحالف بالذخيرة، كذلك تقديم المعلومات العسكرية الاستخباراتية عن مواقع العدو وحركة قواته على الأرض، إلى جانب النتائج العسكرية التي نراها على الأرض. ولكن كل هذه التفاهمات ونتائجها المرضية ما هي إلا لتعزيز أهمية ما يريده كل من التحالف وحلفائه من هذا التقارب الاستخباراتي، حيث يختتم الكاتب بالخلاصة التالية: رسالة سياسية لا تقل أهمية بأن اليمن بخلاف سوريا محل اتفاق دولي على القضاء على الانقلابيين وعزل حليفهم الإيراني المتواجد على الأرض، وذلك من خلال ميليشياته التي تحارب مع الحوثيين. مع التبدلات العسكرية الجديدة يعود المبعوث الدولي إلى الصورة في محاولة لتسويق مبادرة السلام التي لا تزال صالحة مع تعديلات أجراها أخيرا على أمل تقليص المسافة بين الفرقاء وفق المرجعيات 3: القرار الدولي والمبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني. النجاحات العسكرية الضاغطة على ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، وكذلك زحف الجيش الوطني ضد قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بهجومه على مديرية أرحب في الطريق إلى صنعاء، ستساعد المبعوث الدولي على تنفيذ مشروعه. هذا لا يقلل من إشكاليات النزاع في اليمن، حيث يتهم فريق الرئيس الشرعي عبد رب منصور هادي بأنه يعرقل مساعي أي حل سياسي ويفضل عليه استمرار النزاع، لأنه سيخسر الرئاسة في حال تم التوصل إلى نهاية للحرب على اعتباره رئيسا مؤقتا. من المؤكد أن التطور العسكري سيسهم في تقديم تصور أفضل للكيفية التي سيحكم بها اليمن. بالانتقال لكاتب آخر من كتاب الرأي والتحليل السياسي القصير للكاتب لطفي شطارة، حمل عنوان الأمن في عدن لم يأتي من فراغ، من موقع عدن العاصمة: الدعم اللوجستي اللامحدود في مجال أمن المدن الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لمدينة عدن ساعد وبشكل ملحوظ وكبير على استعادة واستتباب الأمن في مدينة عدن، وبتكاتف أهل المدينة وقياداتها الحكيمة
بالشرعية ومدير أمنها. كل هذا التغيير الجذري لحال المدينة الأمنية المستتب لم يأتي من فراغ، هكذا يقول الكاتب لطفي شطارة في تحليله وقراءته عن عودة الأمن لعدن، حيث استعرض كاتبا حول موضوع الأمن بالعبارات التالية، نتابع. هناك دعم سخي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيا وتسليحا واستخباراتيا وماليا، ودعم لا محدود لتعزيز تشكيل وتدريب الوحدات التي توكل لها مهمة ملاحقة عناصر الإرهاب التي استباحت القتل في شوارع المدينة. هذا الدعم أحدث نتائج ملموسة على الأرض. بفضل الأمن عادت الشرعية والحكومة إلى عدن. بفضل الأمن جاء ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. بفضل الأمن وصل خبراء الكيبل البحري ويعملون لتوصيله عبر شبكة تمتد في شوارع عدن. بفضل الأمن وصل خبراء صينيون لتحديث محطة الكهرباء في مصفات عدن. عندما يكون دعم دول التحالف، وأخص هنا دولة الإمارات العربية المتحدة، في أياد أمينة مع السلطة المحلية، تكون النتائج ظاهرة ويشهد لها ليس المواطن في الداخل، بل الخبراء والوفود الأجنبية التي تضاعفت أخيرا للمجيء إلى عدن لزيارة الشرعية والعمل أيضا من على الأرض. حفظ الله عدن وحفظ شبابنا الجنوبيين الذين منحونا أمنا ومنحوا من زارها ويزورها الأمانة والسكينة. كتاباتنا الأخيرة لهذا اليوم اخترناها لكم من موقع اليمني اليوم، وهو مقال للكاتب الدكتور محمد جميح حمل عنوان صنعاء ضحية لا جلادة. يصف الكاتب محمد جميح بعض الممارسات الحوثية في صنعاء كالاستقطاب المناطقي وانتهاك النسيج الاجتماعي في البلاد مبلغا وجب معه عدم السكوت عليه. ويضيف أيضا أن البعض يستهدف شرائح واسعة من اليمنيين في صنعاء وعمران وصعدة وحجة وذمار والمحويت على أساس مناطقي بغيض، حيث يواصل مردفا تجاوزات وظنون غير أخلاقية تجاه من ليس لهم صلة بالانقلابيين، حيث قال: أصبح بعض الناس يستهدفون الجميع دون تمييز أو تفريق على اعتبار أنهم حوثيون أو مؤيدون للحوثي. هذه الخطيئة التي يحرم في تصور اقترافها، يقول جميح. أرسل لي أحدهم معلقا على ضربات جوية تعرضت لها مواقع في صنعاء متشفيا، يقول: خلي صنعاء التي احتضنت الحوثي تذوق ما ذقنا، التشفي عيب لا يليق بإنسانية الإنسان وغير ذلك، فإن صنعاء المدينة الأقدم ليست حوثية ولا يمكن أن تكون حوثية. صنعاء فيها ملايين من كل محافظات البلاد، لا يجب أن تختلط علينا الأمور بفعل أحقاد الحرب، ولا يجوز أن نضيع البوصلة. أهل صنعاء أهلنا، وغدا تضيع الحرب أو زارها، وندرك أن صنعاء ربما كانت أكثر مدينة يمنية جنى عليها الحوثيون بعد الصعد المنكوبة. يواصل جميح كتابته حول موضع صنعاء الضحية، محددا وموضحا الدور الكبير الذي لعبه الآلاف منهم من مظاهرات واحتجاجات ضد الحوثيين وأنصار المخلوع صالح وتأييدهم للرئيس عبد رب منصور هادي قبيل دخولها في هذا النفق المعتم من الاحتلال المقيت وحصارها الكبير، حيث أردف في ختام تحليله هذه الخلاصة التالية، نتابع. صنعاء ضحية مثلها مثل تعز أو عدن، أم أننا نسينا مئات الآلاف الذين خرجوا ضد الحوثي في صنعاء وتأييدا للرئيس هادي قبيل دخول الميليشيات إلى العاصمة، ثم أن الكثير من أبناء تلك المناطق
يقاتلون اليوم في جبهات القتال ضد الحوثي سواء ضمن تشكيلات الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية. لا ينكر أحد أن أكثر الحوثيين والمتحوثين جاءوا من مناطق بعينها، لكن التعميم خطأ، وكذا عدم معرفة الأسباب التي أدت بالبعض إلى تأييد الحوثي خطأ أكبر. كثير ممن حمل السلاح مع الحوثي لا يؤيد مشروعه، لكن أسبابا مختلفة جعلت الكثير يقاتلون مع الحوثيين، منها الحاجة المادية أو الخوف من البطش أو الاصطفاف القبلي والمناطقي أو البحث عن مظلة أو الانخداع بحكاية أن الحوثي يدافع عن السيادة اليمنية. لا تجمع على صنعاء والمناطق المجاورة لها ألم الشماتة ووجع الحوثيين وضربات الطائرات. لا يصح أن توضع صنعاء بين مطرقة الحوثي وسندان الشامتين. ستنتهي الحرب وسيتحسس اليمنيون جراحهم، وستكتشفون أن صنعاء من ضحايا الحوثي لا من جلاده. دعونا نذهب الآن إلى فقرتنا التالية، وهي فقرة المواضيع الأكثر رواجا على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي، والتي دائما ما تتصدر حديث الناس ويتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة. موضوع اليوم تم تداوله في صفحات عدد كبير من المواطنين والنشطاء وكذا صحفيين عدة، بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمسرح. دعونا نتطرق اليوم حول وضع مدينة عدن الثقافي والإعلامي بمرافقه المتعددة التي أصبح وضعها كأبنية مهجورة لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث كانت مدينة عدن من أوائل من ابتدأوا في تأسيس مسارح ووسائل إعلامية مختلفة في عدن، إلا أن الوضع الآن اختلف كثيرا، بل لا يوجد شيء يدعي إعلام أو يدعى إعلام يمني في عدن كالإذاعة أو القناة في مدينة عدن، وهي التي كان متعارف عليه المدينة الأولى في شبه الجزيرة العربية آنذاك تمتلك كل هذه الإمكانات المختلفة والمتعددة. إلا أن الوضع الآن تغير، يخط كاتبا الصحفي منصور صالح مدير تحرير موقع عدن العاصمة حول الموضوع ذاته عبر صفحته بالفيسبوك، يستعرضه لكم الزميل عبد الله الكثيري. نتابع. كتب الصحفي منصور صالح عبر صفحته في الفيسبوك معنونا عدن حين تشبه المصيبة. يقول منصور: مفارقة مؤلمة أن تحتفل عدن في الأيام القادمة بالذكرى 27 بعد 100 لظهور المسرح فيها كأول مسرح في الجزيرة والخليج، وهي بدون مسرح بعد أن استأسد الوحدويون على مسارحها وسرحوا فنانيها وأذلوهم حتى أنسوهم أنفسهم. والأكثر إيلاما أن الوضع ذاته ما زال قائما إلى اليوم في زمن أشباه الوحدويين. ويضيف أيضا منصور: وليت الحال يقف عند المسرح، فعدن كذلك بلا إذاعة وبلا تلفزيون وبلا صحافة، وهي من كانت الرائدة وتقف في صدارة المدن العربية التي عرفت الإذاعة والتلفزيون والصحافة في زمن كان الجيران فيه يظنون التلفاز سحرا والصورة المتحركة على الشاشة علامة من علامات قيام الساعة. اليوم لم تعد عدن تمتلك أي مقومات، ليس لمنافسة هونغ كونغ بل حتى لمنافسة أصغر قرية في العالم وأكثرها تخلفا، باستثناء قدرتها على منافسة مدينة بعقوبة العراقية في انقطاعات الكهرباء، ومنافسة ضواحي قاهرة مصر في العشوائيات، ودارفورد السودان في حمل السلاح، وضواحي بيروت في مخلفات القمامة ومياه الصرف الصحي. و
وصلنا بكم الآن إلى آخر فقرات الصحافة، وهي فقرة عرض الرسوم الكاريكاتيرية لهذا الأسبوع. نشاهد.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل بكم إلى ختام حلقة عرضنا الأسبوعي من حصاد الصحافة، متمنين أن تكون كل المواضيع قد نالت إعجابكم واستحسانكم من عناوين بارزة للصحف ومقالات الرأي والتحليل السياسي والموضوعات الاجتماعية والثقافية المختلفة، وكذا فقرة رسوم الكاريكاتير. كالعادة مشاهدينا نذكركم بأنه يمكنكم متابعة كافة برامج قناة عدن الفضائية على قناتنا عبر اليوتيوب قناة عدن الفضائية، أو زيارة صفحتنا عبر الفيسبوك قناة عدن الفضائية. بمشيئة المولى عز وجل يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين تقبلوا منا أطيب المنى والتحايا. دمتم برعاية الله وحفظه وفي أمان.